رجعنا لكم مره تانية. بينورني وشرفني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد القوسي. استاذ محمد منورنا ومشرفنا. اهلا بك يا امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. دايما بتشرف بالظهور معاك وعلى شاشه قناه الاهلي. دايما شرفنا طبعا استاذ القوسي. يعني عايزين نتكلم في البدايه عن الملف الشائك المعروف على الساحه الرياضيه المصريه، وخاص بمشكله بتاعت النادي الاهلي واتحاد الكره ومباريات الدوري وميعاد انتهاء البطوله واللجوء لمركز التسويه والتحكيم وقرار بالامس. كل هذه الامور اكيد حضرتك متابعها عن قرب، رايك في هذا المشهد؟ يعني يمكن المشهد ده اتكلمنا فيه كتير وما زال الحديث فيه موصولا ومستمرا بقوه، وما زال الاهلي يواصل خطواته رغم ما حدث في الفتره الاخيره وبين اتحاد الكره. لكن الذي نخرج به من المشهد ان النادي الاهلي الكل اعترف بحقه، الكل اعترف بموقفه الشرعي، الكل اعترف بوطنيته، وان الاهلي لا يزيد ولا يحاول استغلال اي شيء للتاثير على حدث مهم جاي في مصر. الاهلي بالزبط. اول من يقف مع مصر، اول من يقف مع كاس الامم الافريقيه، واول من يدعمها، وطيله عمر الاهلي دائما بيدعم الاشياء الوطنيه والحاجات، لان الاهلي النادي الوطني الحقيقي ونبت من شجره الوطنيه كما اكدنا مرارا وتكرارا من قبل على هذا الامر. الاتحاد الكوره يكفي في بيانه انه اكد على حق الاهلي، على رغبه الاهلي، على وطنيه الاهلي، على قيمه الاهلي، على صحه كل كلام النادي الاهلي، ولكنه في النهاية قال إن هو بيصطدم بالوقت. طبعا من وضعنا في هذا الوقت هو اتحاد الكرة نفسه، يعني هو من صنع الأزمة ووصل إلى مرحلة عدم القدرة على الحل. يعني فخلاص يعني الأمور أصبحت يعني بلا حلول، لابد ان تلعب المباراه المتوقعه الاربع مباريات، وحاجه ما بتحصلش في الكون ولا في اي بطوله في العالم، ان البطوله توقف ما يقرب من شهر او اكثر من شهر، وبعد كده تستكمل باقي البطوله في اربع مباريات مهمه. تحدثنا طبعا عن سبب الازمه والاهلي اللي كان بيطالب. الاهلي لا يطالب الا بحقوق مشروعه، بيطالب بعداله، بيطالب بتكافئ فرص، بيطالب بلعب نظيف، ولعب نظيف تحديدا لم يتحقق في مسابقه الدوري خصوصا في الاسابيع الاخيره، وخصوصا الجوله الاخيره التي كان يطلب الاهلي فيها ان تلعب كل مباراه في توقيت واحد كما يحدث في كل دورات العالم وكما نشاهده في كل مكان وفي كل شيء. يعني الواحد يعني خلاص يعني مللنا من الكلام في هذا الامر. اتحاد الكره لابد ان يعني يعدل من الاوضاع ويستفيد من هذه الاخطاء. نتمنى ان اتحاد الكره يستفيد من هذه الاخطاء ويستفيد فعلا. واحنا السنوات اللي عدت ما استفدناش من اي اخطاء بالزبط. يعني دايما بتكون في اخطاء وبنتكلم عنها والعالم كله بيتحرك واحنا ما بنغيرش، وبنسقط في نفس الفخ وبنسقط في نفس الخطا. وطبعا من يسقط في الفخ مرتين ده يعني اعتقد يعني صعب جدا الواحد يقول عليه تشبيه موجود في قناه لا قيمتها بحاجه، قناة قيمة النادي الأهلي. المفروض نتعلم ونشوف ده. يمكن الأزمة كلها حول الجدول الدوري وترتيب جدول الدوري. كان بإمكان اتحاد الكرة أن ينهي المسابقة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، يعني احنا عارفين حدث ده من أربع شهور، كان يقدر يظبط أموره ويظبط أوضاعه وينهي المسابقة، لا سيما وإن التلاعب في الجدول يحدث مرارا وتكرارا، يعني اسبوعيا بيحدث وشهريا بيحدث واسبوعيا ويوميا وفي الساعه نفسها حتى قبل الماتشات بيتم تغيير المسابقه، لان مفيش حاجه محدده ومعلومه. يعني احنا بصعوبه شديده جدا قدرنا نعرف الاربع مباريات هتلعبوا امتى بعد كاس الامم الافريقيه بعد ما الاهلي تدخل وصرخ والدنيا حصل فيها ازمه كبيره جدا. بنشوف النهارده ازاي الاتحاد الانجليزي، واعتقد ده كله كلام كبير جدا، بنشوف النهارده الاتحاد الانجليزي بيصدر جدوله النهارده واحنا في شهر يونيو، متى ستنطلق المسابقه ومتى ستنتهي وما هي مواعيد مباريات كل فريق. ادينا لو مسكنا اي ورقه دلوقتي وعايز تعرف اي ماتش لاي فريق في اي شهر في اي توقيت، سهل جدا انك تعرف ده بمنتهى السهوله. يعني لو ما كناش قادرين نعمل ده يا ريت نقلده، يا ريت نقلده. لو احنا ما بنعرفش نقلد كمان، ما هو واضح ان احنا مش عارفين نقلد اصلا. يعني الاتحاد الانجليزي لما وضع جدول وضع فيه كل الحسابات وكل الاعتبارات وكل المعوقات اللي هتقابله من دلوقتي لغايه اخر ماتش في البطوله، من اول ماتش هتلعب على ارضك لاخر ماتش هتلعب بره ارضك او العكس. كل حاجه واضحه ومحدده، من الماتشات اللي هتتلعب في دوري الابطال الفرق اللي بتتلعب او في الدوري الاوروبي او في عندك تصفيات كاس الامم الاوروبيه او تصفيات كاس العالم او الدوري الاوروبي، كل ده معمول حسابه، كل ده واضح ومحدد في الدنيا. واعتقد الامور واضحه جدا برضه بالنسبه لنا احنا كمصريين، واضحه في دوري الابطال السنه الجايه هيبدا امتى وهينتهي امتى، والكونفدراليه والتصفيات الافريقيه والتصفيات العربيه والارتباطات الدوليه للمنتخب، ده كله واضح. المفروض نضع جدول واضح ومحدد لهذا الامر. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحوار الشائك مع استاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير بعد الفاصل. اهلا
اهلا بحضراتكم من جديد. لسه منورني ومشرفني في استوديو استاذ ناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الاوسي، وكنا بنتكلم استاذ اوسي على الدوري الانجليزي، وننزل الجدول الخاص بالدوري النهارده قبل انطلاق البطوله. لسه البطوله في شهر 8، يعني قبلها بشهرين اهو تقريبا بالظبط. ناس بتبقى جاهزه بدري بدري، الناس بتحضر نفسها، بتحط كل الارتباطات الخاصه كمان بالفيفا والخاصه بالانديه اللي هتشارك في البطولات الاوروبيه عشان ما يبقاش في اي عوائق في سير بطوله الدوري. كيف يتعلم الاتحاد المصري ولجنه المسابقات بالاتحاد المصري اداره المسابقه من هذه الجزئيه بتاعتها؟ ده هو التجسيد الطبيعي والواضح لمعنى كلمه الاحتراف. كويس. الاحتراف الاداري انك بتدير بطريقه احترافيه، طريقه محترمه، طريقه منظمه، طريقه بتحدد كل شيء، بتوضح كل الامور، الدنيا كلها بتبقى واضحه قدام الناس كلها، قدام الانديه، علشان تقدر تشوف ارتباطاتها، تقدر تشوف لاعبتها، تقدر تشوف هتمشي مين، تقدر تشوف هتقعد مين. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين القائمه 25 ولا 30، الاهلي بينادي ده لغايه دلوقتي لم يعلن بشكل واضح وصريح، وكل سنه بيخش في الدايره دي 30 و25. يا عم تظبطها واخلص من القصه دي، يعني المفترض انك تخلص وتحسم قيمتك والامور تبقى بالنسبه لك منتهيه. يعني الدوري الانجليزي بتديره رابطه محترفه، رابطه الانديه اللي بتديره، نتمنى ان ده يكون في الدوري المصري، والنادي الاهلي طلب بده وكل الانديه الكبيره والمحترمه تطالب بده. رابطه تدير الانديه مع الاتجاه ده حضرتك، مع الاتجاه ده طبعا لازم، لان دي هتراعي مصالح الانديه، ومصالح الانديه بعداله، مش مصالح انديه ان انا اجامل ولا ما اجاملش. يعني في الرابطه دي بتحاول ان تحقق كل رغبات الانديه اللي موجوده في الدوري الانجليزي، حتى انها بتستشف رغبات الانديه، عايز تلعب مع مين، ماتشاتك بشكل ايه، يعني امور كتيره جدا. انا احقق رغبات الانديه، انا اريح الناس كلها، انا اعمل ده بس في اطار عداله، وفي اطار عمل نظيف، وفي اطار شفافيه، وفي اطار موضوعيه، وفي اطار قواعد واضحه ومحدده للجميع، الكل عارفها والكل فاهمها، وبناء عليها ما حدش طلع دلوقتي يقول لك لا ده القرعه بتاعه الدوري الانجليزي فيها مجاملات، ولا ما فيش الكلام ده خالص، ان كل حاجه واضحه قدام الناس كلها، وفي معايير محطوطه الكل بيلتزم بيها، والكل بيقتنع بيها، والكل مؤمن بيها، لان هم اللي وضعينها. نتمنى ان ده يكون موجود في الدوري المصري، ما دمنا غير قادرين ان احنا نعمل ده مرارا وتكرارا، والعشرات من مسابقاتنا الاخيره بتواجه نفس المشكله في التاجيل والازمات، والبدايه تبقى امتى والنهايه تبقى امتى، وده كلام غير واضح وكلام غير محدد. ما نستفيد ونتعلم، ما نجيب التجارب دي ونستفيد منها. صح. يعني اعتقد نستفيدنا في اطار ظروفنا، يعني نشوف ده بيحصل ازاي في انجلترا وفي فرنسا وفي المانيا. كره القدم اصبحت يعني صناعه تدار تدر اموالا وارباحا كثيره على منظميها، بنشوف ان اول الدوري الانجليزي بياخد مبالغ ماليه مهوله، والاخير حتى الهابط بياخد ده. يعني المفروض دي القيمه بتاعه المسابقه، مش القيمه عندي المسابقه ما تبقاش بلا قيمه، انا لو عملت ده هجيب القيمه. يعني هم يعني عملوا ده عشان كده قيمتهم عاليه. فانت كل ما بتنفق على التنظيم ويكون عندك عداله ويكون عندك نظافه ويكون عندك شفافيه ويكون عندك قواعد للاعبين الاجانب واللاعبين المحليين والحاجات دي كلها، وده اكيد بيعلي قيمه المسابقه بتاعتك وبيرفع من قدر المنافسه فيها وبيزود المداخيل المالية بتاعتك، وبالتالي ده نتمنى ان احنا نوصل للنقطة دي ان شاء الله. طيب خلينا كده واحنا مع جمهورنا او جمهور قناة النادي الاهلي اللي بيتفرج علينا دلوقتي، نشوف مثلا كده ايه يوم عشوائي لمباراة عشوائية ليفربول اللي كل مصر بيتابعها عشان خاطر مثلا يعني. خلينا نجيب كده مثلا اي حاجة كده. طيب انا قدامي اهو جدول ماتشات ليفربول مثلا فبراير، مثلا شهر فبراير 2020، 29 فبراير 2020 ليفربول هتلاعب واتفورد. ماشي. ده بطريقه كده غير مرتبه اطلاقا. بيوم كام؟ يوم 29 فبراير 2020 هيكون يوم سبت. الماتش هيتلعب فين؟ في ملعب واتفورد. عادي ببساطه. روح في مارس 2020، روح في، يعني الامور كلها واضحه وكلها محدده وامور يعني حاجه تدعو للاحترام. ورق بسيطه جدا، محدده جدا محطوطه، واعتقد ان احنا نقدر نعمل الورق دي، يقدر النادي الاهلي يعرف ماتشاته من شهر 7 لغايه شهر 7 اللي جاي في 20 هيلعب مع مين ولا هيروح مع مين. اعتقد كام وضع ده جدول مباريات ليفربول، ده جدول مباريات مثلا ليفربول. يعني احنا بنحلم ان احنا نبقى كده، بنطمع نبقى كده، ونقدر نعمل نبقى كده بقليل من النظام وقليل من ابعد المجاملات، ابعد المحاباه، ما تبصش لالوان، ما تجاملش لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا مصري ولا اتحاد ولا اي نادي في مصر تجامله، على حساب النظام وعلى حساب قواعد اللعب النظيف، اعمل حاجه وكله هيخضع للنظام وكله هيحترم هذا الجدول وكله هيقدره، لان طالع قدام الدنيا كلها. انا لو عايز احجز مباراه لليفربول مثلا في شهر
مارس اللي جاي يوم 14 مع ايفرتون اقدر احجزها من دلوقتي واروح اتفرج عليها وانا قاعد هنا والامور تبقى واضحه بالنسبه لي. لكن انا دلوقتي ده احنا يا دوبك اول امبارح محددين اخر الدوري بتاعنا هينتهي امتى يعني، ولحد لسه محدد في الماتشات والسوبر المفروض بنبدا بيه الموسم، لسه هنبدا السوبر بتاع السنه اللي فاتت هنلعبه السنه دي، والسوبر بتاع السنه الجايه هنلعبه في بعديها بسنتين. وده كلام وفي كده طبعا في الدنيا طبعا يعني انت ما تعلي من قيمتك ما تعلي من قدرك، المفروض بافتتاح بعد نهايه كاس الامم الافريقيه على طول اول مباراه هي السوبر المصري بين الاهلي والزمالك اللي هم الابطال اللي موجودين او ايا كان اللي موجودين يعني، تبقى الامور واضحه تبقى الامور محدده بالنسبه للناس، والناس تقدر تاخد اجازاتها وتاخد راحتها، واقدر اجيب لعيبه واقدر اشتري لعيبه واقدر امشي لعيبه واقدر ابقى عارف في القائمه بتاعتي تبقى فيها كام واقدر عندي كام لاعب اجنبي يعني، لان احنا بنفاجئ في اللحظات الاخيره بحاجات بتحصل. نتمنى ان هي ما تكونش موجوده، نتمنى ان اتحاد الكره يعمل باحتراف، نتمنى ان رابطه الانديه للدور الدوري تظهر وتحرك وتشتغل، نتمنى ان الملف التحكيمي اعتقد ده في جاي هنتكلم يعني فيه ان شاء الله اكيد هنتكلم فيه. لكن التحديد في الدوري الانجليزي برضه يا استاذ اوسي بتلاقي مثلا ايه، ممكن شهر يكون فيه لفريق 6 مباريات عادي، شهر تاني تلاقي فيه 4 مباريات بس عادي جدا، ما حدش بيشتكي يقول لك انا ايه عندي ضغط مباريات، ورغم كده كمان عندهم بطولات اوروبيه بيشاركوا فيها، ممكن بيلعب يوم السبت ماتش، يوم الثلاث ماتش، يوم السبت اللي بعده ماتش. اشمعنى احنا اللي بنشتكي، واشمعنى احنا اللي لما يكون عندنا مباريات مهمه قوي ورا بعض لا اجل لي والنبي الماتش ده عشان عندي ماتش مهم في بطوله افريقيا، لا اجل لي الماتش ده عشان اريح اللعيبه شويه، اشمعنى احنا هنخلص؟ ما هو دي الامور لان الامور مش واضحه ومش محدده والجدول بيتحط يعني يوم بيوم او كل فتره بتحط بنوعيه معينه. انا لو محدد، ما انت زي ما بتقول في فتره بيبقى في ضغط وفي فتره بيبقى اقل، فالانديه بتوزع ده، لان الضغط في حته اكيد هرتاح في ثانيه، لكن مفيش نادي في الدنيا يقعد مضغوط سيزون كامل بالزبط. او مثلا تيجي في الدوري الثاني وتضغطني الضغطه كامله يعني، تبقى الامور واضحه تبقى الامور محدده وتبقى في كلام على الانديه اللي هيشارك في دوري الابطال ماشي اوكي، ولا شارك في الكونفدراليه ولا شارك في البطوله العربيه، مفيش نادي مثلا يشارك في 3-4 بطولات مثلا، وبالتالي يبقى هو اللي يتحمل مسؤوليه نفسه، فالامور تبقى واضحه للناس كلها. لما جدول زي ده موضوع هتلاقي الدنيا كلها مرتاحه والدنيا كلها متسيستمه ومفيش اي مشكله خالص بالنسبه لاي حد. نتمنى الاتحاد المصري يعمل بهذه الطريقه يعني. نتمنى يا رب، اكيد نتمنى في يوم من الايام نشوف دوري مشابه، دوري مصري مشابه لبطوله الدوري الانجليزي. النهارده كمان مجله فرانس فوتبول اعلنت عن قائمه مكونه من 30 لاعب اللي هم افضل لاعبين في تاريخ قاره افريقيا. القائمة دي بتحتوي على 4 لاعبين مصريين، كابتن محمود الخطيب، محمد صلاح، محمد أبو تريكة، وعصام الحضري. تعليقك على تواجد هؤلاء اللاعبين المصريين في هذه القائمة؟ طبعا يعني دايما أي حاجة متعلقة بأفريقيا مصر بيكون ليها تواجد ويكون ليها تواجد قوي ويكون ليها حضور فاعل. لما قائمة بتضم 30 لاعب من عبر تاريخ أفريقيا اللي فيها 52 دولة، عندك 4 لاعبين ضمن ال 30 دولة، منهم لاعب اعتزل منذ اكثر من 30 عاما من 1988 كابتن محمود الخطيب، واحد من علامات الكره المصريه، ويعني ياتي في مركز ال 13 المركز الثاني كلاعب مصري كابتن عصام الحضري وهو حارس مرمى الاهلي السابق، هو المركز الاول يعني كترتيب المصريين عصام الحضري 11 وكابتن كابتن محمود الخطيب 13 وبعد كده محمد صلاح 17 محمد صلاح وبعد كده محمد ابو تريكه طبعا. و فخر كبير لنادي الاهلي ان نجومه يتصدرون هذا المشهد الافريقي الرائع. طبعا كابتن محمود الخطيب لو اتكلمت عنه افريقيا واحد من ابرز المواهب في تاريخ الكره الافريقيه وتاريخ الكره العالميه، لو كان موجودا الان كان له مكانه مختلفه. اللاعب حصل على 10 بطولات دوري مصري، 5 كاس مصر، حصل على 2 دوري الابطال سنه 82 و87، حصل على كاس الكؤوس الافريقيه 84 85 86 حصل على افضل لاعب في افريقيا، ما زال حتى الان منذ 30 عاما يحمل الرقم القياسي للاعبين المصريين المسجلين اهداف في دوري في البطولات الافريقيه 37 هدفا رغم اعتزاله من اكثر من 30 عاما 38 هدف اعتقد، بس سبقه كمان دلوقتي موبوتو لاعب مازيمبي عدى كابتن انا بتكلم على عندك هنا حتى في مصر هنا لم يكسر الرقم حتى الان يعني واخد بالك. ف كون ان بعد كل هذا وياتي ضمن القائمه فده طبعا شيء مهم جدا، ياتي ضمن ضمن اللاعبين اللي اتيحت لهم فرصه الاحتراف. اعتقد لو كان اتيحت لهم فرصه قديم يمكن جورج ويا اللي هو رئيس ليبيريا حاليا هو رقم واحد موجود، وده لانه احترف وجاي بعد الخطيب باجيال كتيره جدا وفاز بجائزه احسن لاعب في العالم يعني، فطبعا ده طبيعي يعني. لكن فطبعا شيء مهم جدا ان الاهلي يدخل بهذا الرقم
الرقم وده دليل على قيمه النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي هو رافع رايه الرياضه المصريه والكره المصريه ومشرف الكره المصريه، لان في النهايه بيقال ان 3 لاعبين مصريين او 4 لاعبين مصريين موجودين في القائمه. لما اتكلم على حد بحجم ابو تريكه له انجازات وله بصمات عظيمه في الكره المصريه سواء مع النادي الاهلي في البطولات القاريه او البطولات المحليه او مع منتخب مصر بالبطولات اللي شارك فيها. نتكلم عن محمد صلاح وهو واحد في المرحله الحاليه واحد من اعظم لاعبي الكره المصريه طبعاً. حاجه بيعمل تاريخ غير مسبوق للاعب الكره المصريه سواء على مستوى الاحتراف او على المستوى القاري او على حتى المستوى المحلي. لما تلاقيه بينافس على جائزه افضل لاعب في العالم ويطلع مع افضل 3 لاعيبه في العالم وجائزه افضل لاعب في اوروبا وياخد جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي للسنه الثانيه على التوالي، حاجه عظيمه جدا وحاجه مشرفه جدا. يعني يا رب دايما مزيدا من المصريين يشرفونا، ودايما الاهلي رافع الرايه والعلم المصري في المحافل الدوليه الكبيره. يعني طيب بخلاف هذه الجزئيه بالتحديد عايز اتكلم عن موضوع الفار، وده كنت عايز اتكلم فيه مع السؤال الثاني من حلقه اليوم، وبالتحديد قصه الفار ومطالبه النادي الاهلي وكلام من ده. وبالتالي شفنا اتحاد الكره هيعرض الملف ده في اجتماع المجلس بتاعه، رغم ان هم كانوا اعلنوا قبل كده قالوا ان الفار هيتم تطبيقه من يوم 1/1 هذا العام، وبالتالي لم يتم تطبيقه اطلاقا. والفكره كمان اللي بتطلع واللي بنسمعها الفتره دي ان هيتم اللجوء للانديه للمشاركه والمساهمه في استخدام هذه التقنيه، هل ده شيء منطقي من وجهه نظرك؟ يمكن مطالبه بالفار بدات في مصر تقريبا، وكان النادي الاهلي من اول الناس اللي طلبوا بيها، خصوصا بعد ما كان في بعض الاخطاء التحكيميه الفجه اللي وقعت في مسابقه الدوري، وقدم ده في طلب رسمي لاتحاد الكوره يعني. لكن اتحاد الكوره لم يتحرك في هذا الوقت لانجاز هذا الملف يعني، وعاد الاهلي مجددا يطلب هذا من اتحاد الكوره، والحمد لله بداوا يقتنعوا. ويمكن حتى بيان اتحاد الكره الاخير تضمن فتح هذا الملف، وان اتحاد الكره سيبذل قصارى جهده وسيسعى الى تطبيق الفار. يمكن النهارده وخبر واكيد انت تناولته في مطلع اخبارك ان لجنه الحكام بقياده الكابتن عصام عبد الفتاح بدات تتحرك بقوه في هذا الملف، سواء بعمل الفار ده بشكل خاص او استئجاره من بره. وتحدث عن التكلفة التي قد يعني تصل إلى 17 مليون جنيه، وهو رقم عادي جدا بالنسبة للي أنت بتنفقه على التحكيم. أنت أنفقت على 25 طاقم أو أقل من 25 أنفقت ما يقرب من 10 ملايين جنيه أو 3 مليون. فلما تجيب ده أولا ده هيعطي الفرصة للحكام المصريين أنهم يديروا المباريات، مش هتجيب حكام أجانب، تبقى الأمور بالنسبة لك محسومة. لو في أي جدل وفي أي مشكلة تقدر ترجع وتحل. أعتقد أن تطبيق تقنية الفار مهمة جدا في الدوري المصري في الموسم المقبل حتى نتجنب الأخطاء اللي كثيرين بيشكوا منها والازمات، عشان تبقى الامور كلها، وده نوع من انواع الشفافيه. انت عايز خد فار وخش وارجع، ولو في ازمه الناس تشوف، لان الحكم بياخد قراره في فيمتو ثانيه يعني، في اقل في جزء اقل من الثانيه. احنا احيانا في بعض الالعاب بنقعد نقعد فيها مره واثنين وثلاثه عشرة. انت شخصيا على ما تقدر تاخد قرار لا دي حصلت، دي فيها ضربه جزاء، دي ما فيهاش، ده جون، ده مش جون، ده اوفسايد، ده مش اوفسايد، احنا بنتشكك فيها بالك بهذا الانسان الذي مطلوب منه ان ياخذ قرار سليم 100% في هذا الجزء من الثانيه. فاذا يعني لم تساعده الظروف ولم يتخذ القرار المناسب، ياتي الى الفار يتخذ القرار المناسب الذي يساعد على تطبيق العداله الكامله. البعض يقول ان العداله لا ياتي بها الفار، يعني اي حاجه جديده ليها سلبيات وليها ايجابيات، لكن انا ارى ان الايجابيات بالنسبه للفار يعني تطغى كثيرا على السلبيات مهما كانت. واعتقد ان ده هيحل يعني اشكاليه كبيره في الدوري المصري. نتمنى باذن الله ان ده يكون موجود ومطبق، ولا سيما شفناه هنشوفه في كاس الامم الافريقيه، شفناه في كاس العالم، خلاص بدا ياخذوا كل البطولات. اعتقد في الدوري الانجليزي هيبقى موجود في الموسم المقبل. يعني الناس كلها بدات تسير في هذا الطريق. يعني البعض بيقول لك احنا عايزين الحكم بشخصيته باخطائه البشريه، وده متعه كره القدم. يا سيدي يا متعه كره القدم لا تتحقق الا بالظلم او باخطاء. المتعه في العداله، ان كل واحد ياخد حقه. وفي اوقات كثيره جدا الفار منح حقوقا ضائعه، وفي بطولات كبيره جدا بتحتاج الى تواجد الفار علشان نقدر نحسم قرارات مهمه ومصيريه وحاسمه في اتجاه تحديد بطل او توجيه بطوله بشكل معين. فمهم جدا ان احنا نهتم بهذا الامر. هل ده ممكن يقال ان استخدام الحكام الاجانب في مصر وبالتحديد في المباريات العاديه، احنا السنه دي بنشوف كل اسبوع تقريبا في حكم اجنبي في الدوري المصري، لكن هيبقى مباريات الاهلي والزمالك مثلا بحكام اجانب حتى لو جبت الفار، لكن ممكن ده يقلل شويه من استخدام الحكام الاجانب والكم الهائل اللي شفناه هذا الموسم؟ تمام، اعتقد ان ده ممكن ينهي مساله الحكام الاجانب اللي يجوا يحكموا ولا يتبقى كما كنا من قبل سوى مباريات الاهلي والزمالك تدار بحكام أجانب.
جاب وبالفار برضه موجود زي ما بتقول، ده هيزيد من القوه وهيساعد طبعا الحكم الاجنبي، لان ياما حكام اجانب جم والحكم الاجنبي ما هو بشر زيك يعني. لكن ميزه الحكم الاجنبي على الحكم المحلي ان هو واخد ثقه، مؤهل بشكل مميز، بياخد مقابل مالي كويس، بيتم اختيارهم بعداله ونزاهه وشفافيه كبيره، وبتعمل دراسات لشخصياتهم وقدراتهم وقدراتهم على اتخاذ القرار. اعتقد حاجات دي ما بتطبقش عندنا، فانا بعمل الحاجات دي وفي نفس الوقت بقوي الحكم بتاعي انا علشان ما الجاش للفار كتير يعني. يعني في اوقات كتيره جدا ان مش معقول هجيب حكم ضعيف اقول له خلاص بقى اعتمد كل خمس دقايق هطلع اروح للفار. يعني الفار ممكن يساعدني في لعبه اثنين ثلاثه للمصارحه اللي لهم الجدل الكبير جدا يعني. فاعتقد ان ده سيقلل من استخدام اطقم اجنبيه، فمهم جدا ان احنا نستفيد بهذا يعني. اكيد ده شيء مهم. الملف الاهم بقى النهارده هو خاص بمنتخب مصر ومشاركته في بطولة الأمم الأفريقية، بطولة على أرضنا وسط جماهيرنا، فبالتالي بطولة مهمة جدا، والمطلب الأساسي أصبح هو الفوز بهذا اللقب بالنسبة للشعب المصري. شايف الاستعدادات بداية للمنتخب المصري لهذه البطولة إزاي، وهل أنت متفائل أن المنتخب إن شاء الله يفوز بها ولا لا؟ بداية بطولة على أرضنا يجب أن تكون الكأس لنا، دي أرضنا وكأسنا، فإن شاء الله دايما هناخدها. ويمكن احنا اخر بطوله نظمناها يعني ربنا اكرمنا وحققنا هذا وحققنا الكاس خارج ارضنا، ودايما مصر هي فريق في الصداره المرشحين لكاس الامم الافريقيه، دائما مصر مرشح للوصول للادوار النهائيه. شفنا مصر ابتعدت ثلاث دقائق وعادت 3-1. ده من تويتر. نروح لفيسبوك. محمد أنشن ماشي اوكي، قال فوز منتخب مصر 3-0. علي قال فوز منتخب مصر ان شاء الله يكسب. عمر لطفي قال فوز مصر 3-0 يا امير والاهلي فوق الجميع. حميد محمود قال فوز مصر 3-0. يعني واضح ان في تفاؤل بمنتخب مصر يا استاذ اوسي، رغم ان ممكن كان يبقى الفتره اللي فاتت وده كلام خلاص اغلقناه بخصوص قائمه المنتخب، ناس كتير انتقدت القائمه، لكن احنا دلوقتي في وقت ان احنا لازم نسند كل اللاعبين المتواجدين في الفتره الحاليه ان شاء الله عشان المنتخب يحقق الهدف المرجو هو الفوز باللقب. يمكن موضوع القائمه ده ناس كتير اتكلمت عليه، وانا من وجهه نظري ان احنا مش احنا اللي بندرب المنتخب، مش احنا اللي هنلعب بلعبه المنتخب، مش احنا اللي بنفكر بالشكل هيلعب بيه المنتخب، لان في جهاز فني هو اللي بيدير ده. انا شايف ان اللاعب ده يستحق، شايف ان السين صاد ضاد ده الف، دول مجموعه من اللعيبه يستحقون الانضمام لمنتخب مصر، وهم فعلا لعيبه قويه ولعيبه مميزين، وقد يكون بالفعل ان في لعيبه مميزه بره افضل من بعض اللعيبه موجوده في بعض المراكز يعني. لكن المدير الفني للمنتخب شايف ان هو عايز ده عشان هيلعب بشكل معين، هيلعب بطريقه معينه، هيلعب بتكتيك معين، فهو اللي في النهايه هو اللي هيتحاسب، هو اللي هيتحمل المسؤوليه يعني. اعتقد ان هو ما فيش مدرب في الدنيا، ودي من وجهه نظري واعتقد وجهه نظر تتفق معي فيها، ان ما فيش مدرب هيبقى شايف عنده ورقه تقدر تكسبه ويسيبه. بالظبط. طبعا اكيد يعني مستحيل، يعني مستحيل ان يعني هل يعني هو هل محمد صلاح مثلا ممكن يستغنى عنه؟ لا، شايف ان ده يعني فرخه تبيض لها ذهبا، فهيبقى موجود معاه عشان ده. فاي مدرب في الدنيا حتى لو ما كان بيكره هذا اللاعب او بينه وبينه مشكله او بينه وبينه ازمه، اعتقد انه هيجيبه وهيلعبه يعني. وشفنا ده مع مدربين اجانب كتير بره مصر وجوه مصر، شفنا الموضوع ده كتير. فاعتقد ان احنا لابد ان ندعم المدير الفني بمنتهى القوه، واعتقد ان هو ان شاء الله يحقق امالنا ويحقق طموحاتنا، والمنتخب باذن الله هيسير في الطريق الجيد والطريق المنضبط. واحنا دايما في البطولات المجمعه منتخبنا دايما بيكون تركيز لعبتنا كتير جدا، وسات ان احنا دايما في البطولات دي او في الاشكال هذه من اللعب في المجموعات بنكون مركزين اقوياء، بيكون لنا هدف بنسعى لتحقيقه، بنمشي خطوه خطوه بنحقق هدف هدف حتى نصل الى الهدف الاخير اللي كله بيسعى ليه ان شاء الله يعني. بمناسبه القوائم وبتحديد منتخب تونس استبعد علي معلول، هل هي مفاجأة بالنسبة لك زي ما هي مفاجأة أكيد لكل طبعًا المتابعين يعني؟ طبعا مفاجأة بالنسبة لي، أن علي معلول واحد من أفضل اللعيبة في تونس وهم يعلمون ذلك، وعلى حتى طبقا للحاجات والتسريبات اللي جاية من الإعلام التونسي أن علي معلول استبعد لأسباب يعني غير واضحة وغير معلومة وأسباب مش منطقية لا تصب في مصلحة المنتخب التونسي، وكثير من الإعلاميين
التونسيين طلبوا بان علي يكون موجود واعتبروا ان غيابه خساره كبيره للمنتخب. وشفنا علي يعني دوره بيبقى مميز جدا وكبير جدا مع المنتخب التونسي، لانه في بعض الاحيان بيلعب بطريقه وشكل مختلف كمان عن الطريقه اللي بيلعب بها النادي الاهلي، بتكون ادواره الهجوميه اكثر كثيرا من ادواره الدفاعيه. شايف ان هو الحقيقه يعني ظلم في هذا الامر، وان منتخب تونس خسر او فقد لاعبا مهما كان يجب ان يكون معه في البطوله. طبعا علي الكلام كان بالنسبه له اشبه بالصدمه، لكن في النهايه استقبل الامر بشكل عادي جدا. لكن الجميل هو موقف الجمهور النادي الاهلي، موقف النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي تحديدا يعني اعطى علي معنويات يعني لم يكن يتخيلها، حتى انه علق النهارده على الكلام ده وقال ان ممكن انت كلاعب كره تعمل فلوس كتير، تعمل تاريخ كتير، لكن ممكن ما يكونش عندك جمهور بحجم وقيمه جماهير النادي الاهلي اللي بتدعمك في كل مكان. يعني جمهور النادي الاهلي الحقيقه دي حاجه عظيمه جدا، وقفوا مع علي وقفه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا ده بشكل واضح وشكل كبير. وده عاده جمهور النادي الاهلي الحقيقه مع كل نجوم. يعني جمهور النادي الاهلي عندما يرى لاعبا مخلصا للنادي الاهلي ويرى ان هذا اللاعب يبذل قصارى جهده ويعطي وعنده اخلاص للفانيله الحمراء، جمهور الاهلي بيعتبره ابن من ابناء النادي الاهلي وواحد من اللاعبين اللي يستحقون الاحترام والتأييد والدعم اينما كان. فهكذا فعل الجمهور مع أخيراً علي. اخيرا توقعاتك للمربع الذهبي في بطوله الامم الافريقيه ممكن يكون من منتخبات مكونه من مين؟ يعني انا هتوقع لك مجموعه منتخبات، يعني تقدرش تتوقع الاربعه لان في قوة كتيره جدا. أوكي. يعني رقم واحد اكيد منتخب مصر ان شاء الله باذن الله هيكون موجود في المربع الذهبي. اتمنى ان المنتخب المغربي يكون موجود في المربع الذهبي من القوى الكرويه اللي موجوده بشكل قوي جدا. يبقى عندنا مقعدين في مجموعه قوى هتتنافس على هذه المقعدين، في الكاميرون، في غانا، في نيجيريا، في السنغال. اعتقد ان يعني دول الخمسه ست منتخبات دول موجودين، لكن باذن الله منتخب مصر هيكون موجود. منتخب المغرب يعني يا رب ما يقعش في طريقنا، لان في لعبه كده في المراكز لو احنا اول وهو تالت في مجموعته والتوالت التانيين حاجه كده ممكن يقع في طريقنا، ده اذا حصل يعني. لكن باذن الله ممكن يطلع اول واحنا اول ونكمل في الطريق لغايه ما نوصل باذن الله. إن شاء الله. كل التوفيق لمنتخب مصر والمنتخبات العربيه، تونس والجزائر والمغرب يعني ان شاء الله. استاذ اوسي انا اتمتعت جدا بتواجد حضرتك معنا النهارده. حبيبي يا امير ربنا يخليك، شكرا جزيلا. اتشرف بالتواجد معاك دايما. تشرف لينا يا استاذ اوسي. اشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا يوم السبت القادم ان شاء الله في نفس التوقيت الساعة 6 مساء وحلقة جديدة من نفس البرنامج إن شاء الله. إلى اللقاء.